and they're off and racing. انطلق الشوط الرئيسي والختامي على كاس شركة تسري من مسافة 1400 متر بمشاركة 10 من الجهات المستوردة. الثيربريد بانطلاقة راس الأسد هو الذي يقود الشوط من البداية مع الفارس المتمرن أحمد مكي يلحق به ثانيا. هنالك أيضا يتواجد وات بيزنس مع الفارس إبراهيم نادر ليث في المركز الثالث، بينما المركز الرابع يتواجد جرافاج ستورم، بينما المركز الخامس هنالك أيضا بورج. نعود إلى الصدارة والمركز الأول مع وات بيزنس هو الذي يقود الشوط من البداية، يلحق به ثانيا ليث مع الفارس جيمي كوين، بينما المركز الثالث هنالك بورج مع الفارس مارشالس جارس. ومن ثم يأتينا المختار ستار في المركز الرابع، جرافاج في المركز الخامس، ناين بيلو زيرو في المركز السادس، ديزرت جول في المركز السابع، وثم يأتينا مياس في المركز الثامن. والمركز التاسع هنالك تراجع أيضا لراس الأسد، والدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن مع وات بيزنس من وسط الجهة. ديزرت جولف يبحث عن منفذ الآن مع الفارس نيل كالان. فعلا أيها المتابعون الكرام، هنا ديزرت جولف من جانب السيال، ومن الجانب الآخر هنالك انطلاقة مياس أيضا من وسط الجهة. إذا ديزرت جولف هو الذي يقود الشوط الآن مع الفارس نيل كالان، والمحاولة أيضا من قبل ناين بيلو زيرو، لكن مياس يطير إلى آخر أشواط الأمسية. إذا ديزرت جولف هو بطل الشوط الختامي. المركز الثاني ناين بيلو زيرو، المركز الثالث مياس، والمركز الرابع جرافايت ستورم.